موسكو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار البناء حول آلية أوبيك بلس التي من شأنها أن تؤمن أسعارا عادلة للنفط وتحقق توازنا في المصالح. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل هذه الرسالة إلى المعنيين في الأمر في منظمة الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية عبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. رسالة بوتين حملت في طياتها تحذيرا من أن العالم مقدم على أزمة اقتصادية لن تحمد عقباها على خلفية إغراق الأسواق بالنفط السعودي بالترافق مع تفشي جائحة كورونا. الرئيس الروسي يدعو إلى حشد جهود جماعية لإيصال قارب الاقتصاد العالمي إلى بر الأمان بأقل الخسائر. وبهذا الموقف تأخذ روسيا على عاتقها عمليا قسطا من المسؤولية ليس فقط عما يسمى حرب النفط بل وعن إنهاء هذه الحرب. وفي هذا السعي إلى الهدنة لم يرفض الطرفان الروسي والسعودي وساطة الرئيس الأمريكي لربما تيقنا منهما بأن دونالد ترامب الذي يتطلع إلى ولاية رئاسية ثانية لا يفوت الفرصة لتسجيل نقاط في رصيده السياسي. وحتى موعد التئام الاجتماع الافتراضي عبر الشبكة العنكبوتية لآلية أوبيك بلس في 9 من الشهر الجاري ستجري في الكواليس اتصالات حثيثة للتوصل إلى المعادلة المثلى لخفض الإنتاج وفق مبدأ الشراكة والتكافؤ. سلام العبيدي، موسكو، الميادين.